عندهم صبر شيمتنا ألم بهذله المخارج ربي والحمد لله مهما علينا مهم يسكب أنين أمس علينا القاه في كل حين ومصبر شيمتنا ألم بهذله بهذله المخارج ربي والحمد لله انتشر الفيروس إلى كل دول العالم في خلال أسابيع قليلة وأصبح يهدد حياة الإنسان على كوكب الأرض. إنه فيروس كورونا، مرض يشبه الأنفلونزا العادية، وهي تشبه كثيرا مرض الزكام، إلا أنه تصحبه حمى ووجع في الحلق وفقدان حاسة التذوق وحاسة الشم. وختام كل هذه المعاناة هي الطامة الأكبر، وهي الإصابة بالفشل الرئوي وعدم القدرة على التنفس. وقد تزايد عدد الوفيات في معظم دول العالم بشكل غير مسبوق. ما هو ذا الخبر؟ ما هو اللي شيء وقع بنا؟ وكيف شنو اجتماعة الكورونا؟ أنا أني عن نفسي أنا ما ششموت. غالبا ما ششموت مثل المرض اللي ما اسمها ما كورونا مدري ما اسمها ذي. أنت الميتة. قالت ما ششم أنت الميتة. المهم اللي شيء حافظ على نفسه وشيء حافظ على صحته وما يشاش يموت لازم يلتزم بالتعليمات كلها اللي سمعتوها. ييه علشان نحافظ على انفسنا وتحافظوا على حياتكم تحافظون على انكرية تمام كلام في محله وحده بس مريضه لو دخل انكرية هو مريضه الله يرحم علينا كلنا وبعدين لا تنسوش في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمعتم بهذا البلاء في بلدة فلا تدخلوا اليها واذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها اللي اهم هنا ما هو اللي شيوقع وفيش نهرب وما هو اللي شنوطيه كيف بعدينك حقا كيف ما نحب ما نوطي لازم نحب لنقري حراسة وممنوع أي واحد منكم يخرج ولا يدخل من خارج القرية يه نشاء نحافظ على أنفسنا وسلامتنا ونلتزم بهذا الموضوع نشاء ناس منتبهين مصلين النبي نشاء حراس أمينين يوقفون على باب القرية من مستعد يتطوع أنا وأنا كمان أنت هذا جاهل وكر يا جماعة الخير أنا ما شاش ذا من كلام أنا محك هذا ما شاش بأمانة علشان نحافظ على أنفسنا وعلشان نصدق في كلامنا أنا بيني وبينكم أنا شاكة وخايفة واحد يلعبنا ولا يروح هنا ولا هنا وبعدين نروح كلنا في 60 داهية اللي قالوا شي تطوعوا في عنهم أنت وذا اللي قالوا شي تطوعوا مستعدين؟ مستعدين ها قاضي تمام تعالوا جاله يا حلفون عشان تحلفون مين مغلط كل واحد كذا خذ مساحة قدام يلا وقف نزل طيب يا شباب رددوا بعدي أقسموا بالله العظيم
قوم جعفر جني يرفس بوك يا ام ابي ابو شيء وقفي مكانك ارجعين 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 والله لو تقربين قسما بالله انها اخر ما بيني وبينك يا جراده لا تقربين شكل استحلفك بالله ارجع ارجعين انا قال بنفسك كذا ما عليك قال بعد تقربين بنفسك كذا انا حلفت وقسمت بالله انها اخر ما بيني وبينك اجل شوفي لو بيننا احترام وعيش وملح انت تقدر انا معشره اجلسي هناك ارجعين لا تقربين لا تقربين الله جنة انت ما هيش ام جعفر اللي تعرفها مش ام جعفر جراده جراده شوفي لو لي قدر عندك ارجوك لا تزعل اللي شطردك من هنا ارجع هنا طيب ما بينك جربه ولا ريحه رمه ها ما هذيك تطبخين فوقي مالك ريحتك رمه شوفي شوفي ام حكا حقك ذا دليل انك غبيه وجاهله انا اقول لك كورونا 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 هذا حيدم تلفزيون ناس بملايين تموت لا تقربين اقول لك ذا وهمه وهمه انت تصدق انه وهم ذا الله مالك ما تقولين الحمد لله ها مالك ما تقولين الحمد لله الحمد لله انت غلق 40 عطسه من امس 40 كم 40 حبه قدام من امس جالسه عطسني لا ايه كورونا يسبب عطاس وضيق التفسفس ولا قلتي لي من امس انت في كم سؤال من امس تمام يا رب لا لا ما جراده هل تحسين بضيق تنخس والله خيب ما ضيق موجود من امس لا جراده تحسين جسمك مفالت مكسر يعني تحسين كذا فكفكه في جسمي احس كذا كلي مدري يلعبون كوره داخل ايوه مفالت تحسين جسمك مكسر كذا شنتر كل المواصل ما ادري كيف مكسره صح؟ ما دري ولا شيء جراده ذكرنا بايام زمان خلينا نذكر انا وانت ايام زمان قصص حالي واحنا صغار وما هو المضيق اللي احنا عايشين فيه انا ذكرت قصه تذكرين احنا صغار؟ احنا كعاميس؟ تذكرين كيف كنا نصطادم جراد؟ زمان ايه زمان بعد احنا كعاميس كيف كنا نصطادم بشوائل؟ شوائل تشبه شويه يعني اكبر من تاه يكبر ولا صغار يا جماعه؟ تذكرين حكم رز ايه كنا نمسكها ولا حكم جراد تذكرين لما جيت لعندك ها؟ لكن ايه لما جيت جنبك كذا امسكها من جراد امسك لي ثنتين ثلاث وبالغلط حطيتها فوقك تذكرين؟ من يومها سميناك جرادة كيف كانت الحركة يا جرادة تذكرينها؟ كتمتيني فسيدي إيه كل يوم سوينا كذا تذكرين خلينا نعيد لك ذكرياتها كنت أقرب يا أهل القرية جرادة فيها كورونا يا أهل القرية يا أهل القرية كري يا نمشمشم حقي يا أهل القرية يا اهل القرية يا اهل القرية من هنا لا اتمدد يا صباح اتمدد شو من بخير اسحب شو من بخير اسحب من بخير يوه اسحب الله لا وفقك يوه تعبت وقف شوية خليني ارتاح جني يرفسك شوية تعبت ذا كله عملكم يا جهلة يا غبي انا اقول لكم اسمعنا الراديو اسمعنا التلفزيون اسمعنا الناس ما يقولون دحين والدتك يعلم الله ما فيها يمكن فيها من ذا الكورونا ذا حقكم ذا مش وقت دمعك يا خالم كعبر وش تموت والدتك تموت قسما بالله ما يكفيني الف راس في القريه كلها بعد امك والله لو يتعبها حاجه ولا يجرى لها شيء قسما بالله ما تكفوني كلكم بعدين ما لك ترفع صوتك علي انا قلت لك انا نصحتك قلت لك امك اي امك يا جرادة لا وفق قومين يا صباح قومين هنا كلها هات بسرعة أرجولها طلعة من الله لا وفقك بسرعة يا دكتور تعالي لك جني خلي
يوه ما هو جن مقبول؟ أمك شكلها تولد يا جني متاوح من؟ جرادة وهو جرادة جرادة لا تقلقيش ده أنا ها جنبك جنبك أنت تسمع عن الله لا أنا جنبك ما تقلقنش اذكري الله وهو جرادة اذكري الله أنت مصلية وصايمة لا لا تيأسي تمام ده أنا ها جنبك جنبك ما لقي حق تصيحي في أنا ألو أهلا يا تختور أهلا يا تختور أهلا كيف حالك؟ عندي سؤال تفضلي اللي يقع فيه كورونا يحبال؟ ايش من هبال؟ صلي على النبي يا حجة أنا شفت جرادة وهي تولد جرادة صاحبتك؟ إيه جرادة هانا هانا ويا أختنا آسفة آسفة غلطانة جرادة هنا ها؟ إيه جينا نحسبها هنا طمني يا تختور كيف حالها كيفي بخير بخير طمني طمني يا أنا فدالك أنا فدالك ما معي إلا في الدنيا صاحب الله صديقة أنا فدالك يا دكتور طمني 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 إيش تخرج بخير إن شاء الله تكون ما هو اللي وقع فيها كورونا كورونا لا قلت لهم والله قلت لهم وقع فيها كورونا تمام ما هو اللي يسوي في الناس ما هو كلي ما هو اللي يسوي عشان يسمعون دول بهايم دول يسمعون لا تقلقي ركزي معي أمه مركزة أنتوا كبار السن لازم تنتبهوا. ايه. هذا المرض يصيب كبار السن. ايه. أمراض السكر. يوه. والضغط. يوه. لازم تتخذوا الإجراءات والوقاية اللازمة. لبس الكمامة والقلفزات والتعقيم. ايه. الحالة الآن لسه في ذروتها. احنا بنتخذ الإجراءات اللازمة وإن شاء الله تكون بخير والباقي على الله. بما الله يا نفدالك. اهدا اهدا بتكون انتبهوا على هي مش اوصيك شا فلوس شا اي حاجة شا حبلك. ما يهمك ما يهمك اولا. انتبهوا لا نفدالك جرادة. ان شاء الله تكون بخير. لا تموتيش. يا انا مشبشب حق ايانا يا انا مشبشب قسما ودين. انكم حق واحد يكون يطبق ابوكم على واحد واحد. نصحتكم قلت لكم كورونا مدري ما كورونا مدري ما جدته وبوذا لكن انتم جعل فيكم يا رب ولا فيها كلها عمل تباعد انا قلت بعد من جنبها بعد تباعد انت اكثر واحد شفرح فيك ذا الكورونا شي طفح نفساتك وشي اكلك وشي تغذى لما يفتحن تباعد انا اقول لك انت عادك صغير وانتم حتى يا مشهور حتى يا جني انت وياه حتى انت وياها ما صدقتوناش قلت لكم المرض شي يقتلكم كلكم ما سمعتونش تقولون انا مجنونه شوفوا دحين جراده مسكينه اشتفلت من بين ايدينا وانتم ما تسمعون كلام انت تسمع انت ويا ولا لا ما تسمعونش نصحتكم ما رضيتوش تصدقوا والله والله لو يكعبها شي قسما بالله ما يكفيني الف راس منكم ويا وين ابوكم والله لاقتلب لكم وسخ من كورونا ذا قسما بالله قلت لكم نصحتكم تباعدوا كورونا ما رضيتش تسمعون خاصة ولد هذا ولدها ولد هذا اللي ما سمعش الكلام جرادة أنا جنبك أنا جنبك هنا ما شروحش السلام عليكم. السلام. في مريضة أنت كنت اسمها جرادة؟ نعم. داخل غرفة العزاء كورونا. طيب. ما هو كذا. طيب يلا خلاص شكرا. لحظة. أوه يا أخي مش وقتك كذا الحين يا أخي. أوف. أمشهور. أمشهور. خيتي في أنا. طمن أبي حيتك داخل. لا تخاف. اصبر. أوه بالله من الشيطان الرجيم. ما اللي حصل لنا؟ خالة أبو جعفر. جعفر. أبو جعفر. أبو جعفر. ما هذا؟ يوه. ما هذا؟ لا جراد. لا. جراد. ما شوفي أنا أم تختور ما قال لي. ما كلمك بما؟ أم تختور قال لي قال كورونا يسبب ذل اللي اختناق في التنفس والرئة تندري ما يقع بها المهم أمراض كثير.
لكن ما قال ليش انه شي يطلع ان كورونا يطلع شنب ولحية ومن ذا متى طلع لك ذا ولا عادك بلغتن ولا كيف فهميني انت مجنونة من يوم عرفتك لا حول ولا قوة الا بالله صلى على النبي يوم جعفر الله يسلم عليه جرادة ما وقع بك معليش انا مش جرادة من انت زمزم ها منو ذا بخيت ذا بخيت اخو عمتي جرادة التوأم ايوه انا اول مرة احيده حتى انا اول مرة اشوفه هنا طبيعي اول مرة تحيدنا لانه من زمان فكم قرية وبقي الشغل ادن سبحان الله تقولي نسخة من خيته يا اخي وكان قلبها كان حاسو حاسو بماه اليوم خلى الناس تسدد دينها من ابدو علي هبلي 20,000 اسدد لها يا يا مقبول تتحاكى انه كانها ماتا صلي على النبي خلي املك بالله كبير يا رجال ذا نعرف ناسو كم يا ناس مرضون بكورونا والحمد لله وتعافون ولا تخاف اخوك جنبك والله ما افلتك ابني ابراهيم ما عاد باقي معك هنا يا با كيف ما باقي معي هنا واقفوا الواجب يتوجب علي ان انا اوطي كذا دلا علم ولد دلا علم ولد خف عليه ايشاه يطرده ايشاه يروح خله يجلس جنبنا انا احنا بحاجته لا بشيء ولا شيء دلا عليه يا ام جعفر اول شنطته جاهزه وتاشيرته جاهزه والمفروض انه يكون الان وديه يا با الله يحفظك ويطول لي في عمرك ما اقدرش والله ما اقدر اهب خطوه من البلاد وانتم في الحاله اللي انتم فيه ذا الحين جراده داخل في مركز العزل يعني لا هو شرطونا ندخل نحيدها ولا هي تخرج سنحنا ولا احد مننا قادر ينفعها افهمونا يا قلتي فهمينا يا ام جعفر اليوم بنا وكل واحد يروح ويدعي له هناك ان ربي يقيمها بالسلامه امين يا رب ان شاء الله يلا بسم الله بسم الله ليه انتوا قوموا هيا كذا وريني ها وريني ها 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 وريني كذا وريني كذا ايش تقصد مني يلا روح ما فيش روح منو اللي يجلس عند مسكينتها ما فيش صاحب لها في الدنيا الا انا اشوفي معها واجلس معها وانتبه لها انا صاحبتي يا ام جعفر لن تقدري تنفعي حاجه كنت اقول لك جلسي لا بس لا لا ما ناش مروحه يعني ما فوق ما نش مروحة والله لا تقومي حر لا والله لا تقومي لا والله لا ما شور ليش تزعل مني ايش تزعل بجوز ليش تزعل منك ولا حاجة لا تزعل شيمتنا ألم بهذلة المخارج ربي والحمد لله مهما علينا مهم يسكب أنين أمس علينا القاه في كل حين ومصبر شيمتنا ألم بهذلة المخارج ربي والحمد لله